السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كراشر هيد. رجعنا لكم أخبار كول اوف ديوتي الجديد بلاك اوبس 3. طبعا كول اوف ديوتي الجديد كود 12 بيكون بلاك اوبس 3، وإن شاء الله بينزل على نوفمبر 2015 هالسنة بشهر 11. طبعا معروف أن بلاك اوبس 3 مفروض كان ينزل بعد كود 10 جوست، لكن دخل علينا كود 11 هو ادفانس ويرفير. ادفانس ويرفير الحين ما بنتكلم عن الاسلحه، ما بتكلم عن الكلستريك اللي في اللعبه هذه، لا بتكلم عن نظام الهوست او زائد نظام السيرفرات في الشرق الاوسط. عندنا من جد سيء للغايه، يعني ما يمديك صراحه انت تلعب مثل الناس 24 ساعه ملقلق والشباب يعني 24 ساعه يشتكون، فنوع ما يعني سبب نكبه صراحه من الاشخاص اللي يعني مجنون في لعبه كول اوف ديوتي. لكن مع هذا النظام صراحه سبب احباط شديد وخلاني اسحب على كول اوف ديوتي. اتمنى كود 12 بلاك اوبس 3 يحسون نظام السيرفرات، يحسون أنظمة كثيرة. طبعا نزل كود، يوم نزل كود 6 كان مجنون، كود 7 أكد نجاح شركة كول اوف ديوتي وخططها وكان خرافي. نزل كود 8 صراحة كان يعني تغيير كبير في اللعبة بوجود كيلستريك هو المواب. طبعا بدأت كول اوف ديوتي، انا بدأت كول اوف ديوتي شخصيا على نهاية كود 8 مع وجود هاكات الاكس بي. على ايام هاكات الاكس بي اتذكر على ايام هاكات الاكس بي، فكان ما لها تأثير صراحة يعني كبير في اللعبة. اللهم اكس بي ينقلك من برستيج لبرستيج ثاني. فقعدت تقريبا على اللعبة سنة ونص او سنتين، اللعبة صراحة كانت مجنونة. كود 8 مدر ويرفير استفاد يعني من يعني منها كثير، استمتعت وكذا الى اخره. وبعد فترة يوم انتشرت الهاكات وصراحة صار كود 8 لا يطاق بتاتا، رحت بلاك اوبس 2 تقريبا 3 اشهر او 4 اشهر بالكثير، ونوع ما استمتعت في اللعبة يعني بنسبة كبيرة، خاصة الكلستري كان مجنون وما يوقف. قعدت تقريبا 3 او 4 اشهر بعدين انتقلت لي جوست كود 10. طبعا جوست كود 10 بالنسبة لي اشوف ان الكود هذا جدا 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 ناجح، لكن كان يعيبها نظام الهوست، بس نظام الهوست لانه كان اكثر شيء يدخلون عندنا اجانب. فيعني لو كانوا مضبطينه يعني مثلا مسوين مثلا نظام سيرفر انه خاص بالمديس كان بيكون خطوه من جد ممتازه. فلو تذكرون شباب كود 10 يوم نزل شو قالوا؟ قالوا انه خلاص هذا بيكون نظام سيرفرات وسحبوا علينا، فكان نوع ما ان في نكبة، وخاصة ان الاجانب كانوا اكثر منا في كود 10، فكان من جد متضايقين. طبعا اعتقد الجيم بلاي هذا بلاك اوبس 2 اعتقد اني قبل نزلته في القناة، لاني صراحة مسحت كل اقيام كود، عندي فوتات مني ومنك جمعتهم كلهم في مقطع واحد ونزلتكم اياه. اتمنى الكود كود 3 يعني كود 12 بلاك اوبس 3 يكون من جد ناجح، يعني ابلس يعني نبال اسلحه تكون حالة اسلحه كود 8 او حالة اسلحه كود 9. في اسلحه كثير قويه يعني يمديك تروح لخيارات، شرات اللي كانت يوم كان في كنا في كود 8 كان في البي بي 90 ام 1 يو ام بي، وكان في الام بي 7، كان في الاي كي والسكار، وكان في الاي سي ار. في كود 9 كان في البدو، كان في الام اس ام سي، وكان في الاسكار، وكان في بعد الاي ان، وفي يعني اسلحه كثيره. اتمنى يكون له خيارات اسلحه كثيره، يعني مو مثل نظام كود 11 اسلحه محدوده جدا بال اي كي اعتقد اتش بي ار اي شيء كذا. اتمنى يكون في خيارات في الاسلحه. اتمنى يكون اذا صار اذا بيحطون نظام هوست يكون ممتاز، اذا بيحطون نظام سيرفر يسوون نظام سيرفر خاص بالميدل ايست. اتمنى الكلستريك اتمنى 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 يكون يعني له يعني هيبه مثل كلستريك كود 7 بلاك اوبس 1.
وكود 9 بلاك اوبس 2 يكون كود 12 بلاك اوبس 3 كل ستريك من جد محترم حيث انك تستمتع في اللعبه. اتمنى هالاشياء كلها تكون موجوده لان من جد نوع ما افتقدنا كول اوف ديوتي، افتقدنا مجتمع كول اوف ديوتي، افتقدنا اللعبه، افتقدنا اشياء كثيره صراحه كانت ضمنا مع شباب ثانيين. طبعا هاللي كان معي اليوم حبيت اشارككم خبر الكود الجديد اللي بيكون بلاك اوبس 3. كان معي اليوم، كان معكم كرشار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Losing Bravo. Orbital VSAT on standby. Orbital VSAT online. Shooter. Enemy down. Hostile UAV above. Losing C. Another kill. Kadon unit awaiting orders. Swarm on standby. Change. Be advised. Swarm inbound. Sniper down. Securing Bravo. Securing Alpha. Out. Securing B. Another kill. Friendly orbital VSAT online. Topping off. Securing B. Orbital VSAT awaiting orders. Securing A. Friendly orbital VSAT online. Securing Alpha. Hostile UAV above. Securing Bravo. Friendly RCXD inbound. K9 unit in your AO. Losing B. Be advised, swarm inbound. We lost B. Orbital VSAT online. Down and clear. Losing Charlie. Securing Alpha. Be advised, hostile UAV incoming. EKIA! We're being dominated. Take those positions. Securing Alpha. Threat neutralized. Securing Alpha. Securing A. VSAT on standby. Changing mag! Friendly orbital VSAT online. Orbital VSAT online. K9 unit on standby. K9 unit in your AO. Losing Bravo. Kill confirmed! Be advised, swarm inbound. Hustle! Check your timeline. Friendly low star inbound. Securing C. Securing C. On your feet! All flags secured. Maintain current posture.